اولا يعني استمرار الحوثي في تصعيد باب المندب غير مقبول طبعا، لا يمنيا ولا عربيا ولا اقليميا طبعا. نحن نؤكد على ان يعني ممر التجارة الدولي هو ممر عالمي واممي ولا يجب المساس به، وحنا بالطبع ندعم الاستقرار والامن. فالضربات هذه هي غير كافيه طبعا الذي وجهت الحوثي، ومفروض عملية شاملة يعني في كل الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية. طبعا لا يوجد تنسيق بالنسبة لنا بالنسبة لهذه الضربات مطلقا، ولكن نحن نعتبر أن يعني ممر الدول العالمي هذا مسؤولية جماعية على يعني على اليمن وعلى دول الإقليم الدول العربية وعلى المجتمع الدولي. فما قام بالحوثي مسألة غير مقبولة، يعني قطع الإمدادات هذا سيؤثر على يعني على التأمين وارتفاع الأسعار. يعني التحالف العربي عندما قام بضرب الحوثي من الجو ولا توجد قوات يعني يمنية للقتال الحوثي، هنا كان يعني أعطى الحرب مدى طويل ولم تنجح العملية العسكرية بشكل كامل على مستوى الوطن، ونجحت في يعني في المحافظات الجنوبية المحررة. نريد دعم قواتنا على الأرض ليتم استكمال عملية يعني استئصال الحوثي. إذا استمر التصعيد بباب المندب فإن تأثيرها مباشر على طبعا على الشعب اليمني بشكل كامل، كان على مستوى المحافظة المحررة وعلى مستوى اليمن بشكل كامل، لأن معظم الشعب يعتمد على الحبوب والغذاء والدواء والوقود المستورد من الخارج.